إخوتي سبوت لايت والذي نتحدث من خلاله عن جائحة الكورونا التي أضرت باقتصاديات دول العالم. أصبح شغلنا الشاغل الحديث عن هذه الجائحة، وقامت المملكة العربية السعودية بالعديد من الإجراءات والحزم التحفيزية والقرارات التي ربما تكون صعبة، ولكن ذلك بهدف إنقاذ الاقتصاد السعودي من شبح الكساد في ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا وفي ظل انخفاض أسعار النفط. وتأتي هذه الخطوة مماثلة للخطوات التي قامت بها الحكومات والبنوك المركزية حول العالم لدعم اقتصادها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا أنس الراشحي، الكاتب الاقتصادي ومحلل أسواق مالية. أهلا ومرحبا بك أنس. نبدأ الحديث عن جائحة الكورونا وتداعياتها السلبية، إلى أي مدى تؤثر على الاقتصاد السعودي؟ نعم، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم. ما في شك أن هذه الجائحة هي أثرت على معظم اقتصادات العالم وليس فقط في السعودية، وإحنا ليس بمنأى عن الأحداث التي تحدث. دون شك هناك تدابير اتخذت كثيرا، كان هناك في إجراءات عديدة من شأنها أنها تسهم بتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر أو في أفضل الاستراتيجيات. شفنا إعادة هيكلة فيما يتعلق بأوجه الإنفاق الحكومي، شفنا هناك في ترتيب في سلم الأولويات سواء كانت بالمشاريع الضخمة التي أقرت سابقا إما تمديد أو تأجيل. كان هناك حقيقة عديد من البرامج التي أقرت سابقا، يعني يوجد نوع من المرونة، حتى لو نلاحظ احنا برنامج التحول الوطني او التوازن المالي 2020 لتحقيق رؤية 2030 تم تمديده الى 2023 لتحقيق رؤية 2030 لاجل ان يكون هناك في استيعاب للتغيرات والاصلاحات الاقتصادية. فالان احنا مع هذه الظروف كان هناك حقيقة في مرونة كبيرة فيما يتعلق ب محاولة تجاوز هذه الأزمة بأفضل الخيارات المتاحة. نعم، طيب سيد أنا تتحدث عن القطاعات، ما هي أكثر القطاعات تأثراً بهذه الجائحة؟ نستطيع القول أنه معظم القطاعات برمتها والاقتصاد برمته كله راح يتأثر، سواء كان عندنا أو في جميع الاقتصاديات العالمية. ولكن إذا ما جينا مثلاً إلى القطاعات خاصة المدرجة في سوق الأسهم السعودي أو القطاعات المحلية، فغالباً قطاع المصارف راح يكون من ضمن المتأثرين. لا ننسى أن قطاع المصارف كان هناك فيه إعفاء من الخدمات البنكية وهي تشكل رقم كبير من إيرادات هذه البنوك. لا ننسى أنه كان هناك فيه خفض لأسعار هذه الفائدة، وهذه تؤثر برضو على نتائج أعمال الشركات. إذا ما علمنا أنه أكثر من تريليون ريال موجودة في المصارف هي عبارة عن إيداعات تحت الطلب، أي يعني مجانية، وبالتالي تتأثر بانخفاض أسعار الفائدة. نعرف أنه كان هناك برضو فيه هيكلة للقروض، وقد يكون هناك فيه رفع وزيادة وتجنيد مخصصات كبيرة من قبل البنوك، خشية أن يكون هناك فيه تعثر في السداد سواء كان من قبل الشركات أو الأفراد. فقطاع المصارف غالبا سوف يتأثر نتائج المالية في ظل الظروف الحالية. نعرف برضو قطاع البتروكيميكال قطاع كبير يستحوذ على نحو 19%، إذا ما علمنا أن القطاع المصرفي يستحوذ نحو 35% من قطاع سوق الأسهم السعودي، فالقطاع البتروكيماويات يستحوذ على تقريبا 19%، وهو مؤثر كثيرا في سوق الأسهم السعودي. يتوقع أنه يكون هناك برضو له تأثير سلبي جدا، إذا ما علمنا أن هناك في مصانع قد أغلقت في الصين، إذا ما علمنا أن هناك في ضعف في الصادرات النفطية، إذا ما علمنا أن هناك في انخفاض كبير في أسعار منتجات البتروكيميكال، وبالتالي التأثر والانعكاس على نتائجها المالية. إذا جينا برضو لقطاع البناء والتشييد وقطاع الأسمنت ومعظم القطاعات الأخرى، هي سوف تتأثر بتغيير شكل الإنفاق الحكومي، إذا لأنه هناك في يعني خلينا نقول ما في خطة توسعية في الظروف الحالية، بل هو يعني أقرب ما تكون إلى سياسة التقشف واتخاذ التدابير للإنفاق على الأولويات، وبالتالي سوف تنعكس بالمشاكل على أنشطة هذه الشركات. نستطيع القول أنه بعض الشركات خاصة التي تقع في قطاع بعض الشركات في قطاع إنتاج الأغذية والأغذية قد تكون هي أقل المتضررين مع قطاع الاتصالات،
في ظل الظروف الحالية. نعم. طيب ماذا عن القطاع الخاص الذي نعول عليه هذا القطاع؟ يعني في ظل هذه الجائحة هناك تغيرات كبيرة في هذه القطاع وتغيرات سريعة من إعادة هيكلة لهذا القطاع، بالتالي هل ربما يشهد هذا القطاع في ظل هذه الجائحة تغيرات سواء على صعيد اندماج شركات القطاع الخاص أو يعني لتكون أكثر صرامة، وبالتالي ربما نشاهد قطاعات تخرج من السوق، أي كيف تتوقع لهذا القطاع؟ طبعا الجميع يعرف أن القطاع الخاص الآن يمر بظروف صعبة، هي متعلقة بكل الظروف الحالية سواء كان من الإغلاقات التي تحصل وإغلاقات الطيران وتوقف العديد من الأنشطة وما يتعلق بالحظر، كلها تؤثر على نتائج أعمال هذه الشركات. فنلاحظ أنه كان هناك في من الحكومات دعم وضخ أكثر تقريبا من 120 مليون ريال، كلها لأجل أن تستوعب أو تخفف الآثار المتوقعة على نتائج أعمال هذه الشركات. حتى فيما يتعلق في رواتب الموظفين كان هناك في دعم لغاية 40% أو ما شابه، حتى فيما يتعلق بتسريح الموظفين أو كلها وضعت الخطط لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر وبأقل يعني خلينا نقول الظروف السلبية. هي الأزمة موجودة ولها آثار، هذا مفروض منه، ولكن الآن تسعى الحكومات إلى امتصاص أثر هذه الجائحة بالخروج منها بأقل الخسائر. فبالتالي من حيث الاندماجات أو خروج بعض الشركات، احنا عندنا بعض الشركات قوية جدا وقوائمها المالية صلبة ولديها احتياطيات راكمتها ضخمة، وبالتالي هي خلينا نقول تتلقى أو تتحمل الصدمات التي تحصل حالياً في ظل الظروف الحالية. ولكن دون شك هناك شركات صغيرة للتو بدأت أو أنها لا توجد لديها قوائم مالية قوية وجيدة، حتى قيمها الدفترية نلاحظها قريبة من رأس المال، تتكلم على 10.5 أو 10 غالباً، خاصة إذا كانت شركات صغيرة، أن هذه الشركات قد تحقق خسائر مالية من رأس المال متراكمة وقد تلجأ إلى إطفاء الخسائر وإلى الدخول في ظروف صعبة، وبالتالي تأثر نتائجها المالية، ربما بعضها تغادر السوق وأخرى قد تسعى إلى الاندماجات لتخفيض التكاليف واستطاعتها المنافسة في ظل الأجواء والظروف الحالية، كالتي حصلت مثلا بين الشركات الصغيرة سابقا في شركات التأمين أو في الشركات الأخرى المدرجة في سوق الأسهم السعودي. نعم، ربما حل فعلا لشركات القطاع الخاص أن تندمج مع بعضها البعض في ظل هذه الجائحة. طيب دعنا نتحدث قليلا عن القطاع العقاري، يعني المتداولين في السعودية يهتمون بسوق الأسهم وأيضا في سوق العقار، ماذا عن هذا القطاع في ظل هذه الجائحة؟ طبعا احنا نعرف أن السوق العقاري عندنا ضخم وكبير ومتابع، ويوجد عندنا طلب كبير على المساكن، و تلجأ وزارة الإسكان لمعالجة أزمة الإسكان بالتخفيف من حدة هذه التأثيرات. فلأجل ذلك احنا نعرف انه الآن في إلغاء بدل المعيشة للعسكريين والمدنيين بدءا من تاريخ 6 يونيو، من تاريخ يونيو راح تلغى، وعندنا برضو راح يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو بالأحرى زيادة نسبتها من 5% إلى 15% بدءا من 1 يوليو. كل هذه العوامل دون شك هي مؤثرة في حركة السوق العقاري، عندك انخفاض القوة الشرائية وعندك التمويل الذاتي للعسكريين سوف يوقف في تاريخ معين أعلن عنه سابقا، قد تكون الظروف مجتمعة تسهم بانخفاض أسعار العقار، خلنا نقول مثلا إلى 100 أو 700، ولكن راح يستوعب ارتفاع نسبة الضريبة اللي هي 15% قد تسهم بارتفاع العديد من الأسعار، وبالتالي لا أتوقع حقيقة أن يكون هناك انخفاض ملموس في ظل الظروف الحالية داخل عمق المدن الكبيرة تحديدا التي هي يوجد عليها طلب كبير، ولكن قد وهو الأقرب أن يحدث انخفاض جيد وهو قد بدأ يظهر لي على أطراف المدن فيما يتعلق ب المضاربات على الأراضي، وهي دائما أول من تتضرر، وهذا تقريبا الذي حصل في بداية 2016 حتى وصل إلى قيعان سعرية مع نهاية 2018 قبل أن ترتد بشكل كبير عقب الإنفاق الحكومي الكبير الممثل بوزارة الإسكان فيما يتعلق بالقروض وعودة البدلات التي كانت قد ألغيت في ذلك الحين.
طيب رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، يعني 5% هو الحد الأدنى عالميا، مع رفع هذه الضريبة إلى تلك المستويات، برأيك ما هي القطاعات المتأثرة؟ هل سنشهد تغير فعلا في العادة الإهلاكية؟ وأي القطاعات برأيك متضررة من هذا الرفع غير القطاع العقاري الذي ذكرته؟ فبالتالي وإلى أي مدى سوف يؤثر برأيك على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية وعلى مستويات التضخم؟ نعم، هو كما هو معلوم أن الضريبة هي ليس من سياسات التحفيز، بل هي على العكس تماما، ورفعها ليس ما يعتبر من السياسات التحفيزية، ولكن هي اتخذت في ظل الظروف الحالية كخيار يعني هو الأجدر أن يتخذ كما رأت وزارة المالية لدعم ميزانية الدولة مع بالمزامنة مع انخفاض كبير في أسعار النفط، وقد يكون هناك في تخفيض لها لاحقا عقب أن تتجاوز هذه الظروف. وبالتالي هي دون شك تعمل لك ركود خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة أو السلع الكبيرة، لأنه أنت عندك ضريبة ضخمة، يعني إذا 100,000 عليها 15,000 وقس على ذلك، قد يكون هناك في تأجيل لعمليات الشراء من قبل بعض الأفراد، قد يكون هناك في نشاط قوي جدا قبيل بدء تطبيقها كالذي حدث قبيل تطبيق بدء ضريبة 5% مع مطلع يناير عام 2018، كان هناك في تزاحم وعقد صفقات كبيرة عقارية لأجل تجنب هذه الضريبة، وإن كانت طبعا كما هو معلوم المسكن الأول هو معفى لأي مواطن بحد أقصى 850,000، وما زاد يكون هناك فيه عليه تطبيق الضريبة. فالقطاعات برضو اللي نقول خلنا نقول أقل تضررا، وإن كان قد يتسبب برضو في ركود مبيعاتها، قطاع الإنتاج والأغذية غالبا لا يغير المستهلكين أنماط سلوكهم بشكل كبير فيما يتعلق في المأكل والمشرب، ولكن قد يغيرون أنماط سلوكهم فيما يتعلق بشراء الكماليات أو بعض السلع والخدمات التي من الممكن تأجيلها. نعم. طيب نحن نشهد انخفاض في أسعار النفط، وسعودية أو المملكة تعتبر من أكبر الدول المنتجة للنفط، في ظل انخفاض أسعار النفط أو في ظل هذه التقلبات التي نشهدها على الأسعار، إلى أي مدى برأيك ستؤثر على برامج رؤية المملكة 2030؟ نعم، هي دون شك كان هناك في إعادة هيكلة وإعادة سلم الأولويات لأوجه الإنفاق، وسمعنا هذا من معالي وزير المالية السعودي حول سلم الأولويات، وقد يكون هناك فيه تأجيل أو مراجعة لكثير من البنود التي تم إقرارها سابقا. فإحنا كما معلوم عندنا كان خطة التوازن المالي أو التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية 2030 تم تمديده إلى 2023، وكل البرامج التي أقرت في هناك مرونة كبيرة من حيث استيعابها للتغيرات الاقتصادية أو من الممكن تأجيلها وحتى تحين الظروف المناسبة. فأنا أعتقد أنه بيكون هناك في تمديد وتأجيل، وقد يكون هناك في إلغاء لبعض البرامج التي أقرت خاصة في ظل الظروف الكبيرة التي تغيرت في هذه يعني الأوقات. نعم. طيب سيد أنس، نود أن نتحدث قليلا عن أسعار النفط وتأثيرها على السوق السعودي. نحن نعلم أن السوق السعودي مرتبط بشكل كبير بأسعار النفط، إلى أي مدى سوف يتأثر السوق بأسعار النفط؟ احنا نلاحظ انه سابقا كان هناك حقيقه في ارتباط خلينا نقول يعني بشكل ملفت ما بين اسعار النفط وحركه سوق الاسهم السعودي، خاصه واحنا معظم ايرادات الميزانيه تاتي من النفط، وان كانت رؤيه 2030 جاءت لتنويع مصادر الدخل، ولكن خلينا نقول الى الان في تاثير كبير من حركه اسعار النفط. ولكن الملاحظ حقيقه أنه بعد انخفاض أسعار النفط وكسرها بحدة لحاجز 30 دولار حصلنا هناك في فك ارتباط، نشوف أسعار النفط تتداول بالنايمكس بالماينس، والبرنت وصل عند 19 دولار للبرميل، ونشوف بالمقابل هناك في ارتدادات ودخول سيولة في سوق الأسهم السعودي في مناطق قيعان عندما وصل عند 5,959 نقطة. وهذا راجع برأيي، وفك الارتباط راجع برأيي إلى أنه في كل حركة أو في كل ظروف يكون هناك في إعادة تقييم من حيث أبرز المؤثرات على سعر الورقة المالية أو سعر أو السوق برمته. بمعنى إذا أنت هوت أسعار النفط، هناك في محافظ استراتيجية ضخمة، في عندنا مثلا
احتياطيات دولة، في عندنا إعادة هيكل الاقتصاد، في عندنا تغيرات عديدة من شأنها أن تكون عندك المناعة القوية وتحمل كل الصدمات والظروف لاستيعاب هذه الظروف. فالمستثمر هنا ينظر إلى فرص عودة الظروف وفرص عودة الأرباح وفرص تحسن هذه المؤشرات. وبالتالي لاحظنا عندما وصلنا عن 6000 أو كسرناها بالقليل، كان هناك حقيقة دخول ملفت لمحافظ استثمارية ضخمة. نشوف تداول في رمضان 6 مليارات، وكل التداول 3 ساعات فقط، ونوصل 6 مليارات هي الأعلى منذ أكثر من شهر رغم حدة الهبوط. حتى على ما يتعلق على سعر الورقة المالية، مثلا في الظروف العادية ممكن أنت تروح تشوف مكرر ربحية، عائد على سهام، توزيعات نقدية، العائد على حقوق مساهمين، العائد على رأس المال، وأمور عديدة. ولكن مثلا سهم زي سابق لما شفناه وصل عند 61-90 هلله وانهارت أرباحه وحقق الخسائر للربع الثاني الآن على التوالي، هل من الممكن أنا أروح أفعل كل هذه المؤشرات وأغض الطرف عن الموجودات اللي هي 310 مليارات أو حقوق المساهمين اللي هي تقريبا 155 مليار اليوم، أعلى قيمة دفترية في السوق السعودي 55 ريال سابق؟ فيكون في إعادة التقييم من جوانب أخرى. السهم خصم، نزل من 130 تقريبا سابق إلى عند 61-90، خصم معظم المخاطر. يبقى بعدين أسواق المال أو أسعار أسهم تستقر عند مناطق اللي خلينا نسميها مناطق القيعان أو قاع القاع، بحيث أنه يكون هناك إعادة تقييم للفرص لعودة الأرباح وجودة أصول طبعا كل شركة ظروفها مختلفة وقدرتها على توليد الأرباح لاحقا. نعم. طيب نتحدث قليلا عن أسعار النفط بما أنه اللاعب الرئيسي يعني في تحركات الأسواق، بالتالي إلى أي يعني ما توقعاتك لأسعار النفط؟ هناك توقعات تقول $100 وأكثر ربما يحققها في نهاية هذا العام، هل تتوقع بالفعل يظل يعني فتح الاقتصاد بشكل تدريجي؟ هل ربما سيعود التعافي وفي ظل الخطوات من منظمة أوبيك بلس ربما نرى هذه الأسعار، أم الحديث يعني باكرا أو من المبكر الحديث عن مثل هذه المستويات في الأسعار؟ حقيقة هو ما في شيء مستحيل في أسواق المال، ولكن خليني نقول إنجاز لي التعبير أن حاجز $100 أو شيء في إفراط التفاؤل إذا ما أخذنا كل المعطيات الحالية. التقارير دائما قد لا تصيب، يعني احنا نشوف لما عود أسعار النفط في 2016 وتقريبا وصل عند قاع أسعار النفط $27، كانت هناك تقارير من بيوت خبرة وبنوك عالمية تشير أن أسعار النفط رايحة $10 للبرميل، الذي حدث عكس، بل هي ذهبت إلى $80 للبرميل. فأنا بظني أنه غالبا هي قد لا تتجاوز حاجز $55 للبرميل في أحسن الظروف إلى نهاية 2020. عندنا الأزمة جاءت بشكل مباغت، وإن كانت بدأت منذ ديسمبر، لكن لو نلاحظ إحنا أنه جاءت بالفعل هي بشكل مباغت، خاصة في أسبوع أو أسبوعين شفنا أعلى نسبة هبوط يوم منذ أنشئت أسواق النفط، شفنا أعلى ارتدادة في جلسة واحدة منذ أنشئت أسعار النفط. أشياء أحداث تاريخية عايشناها كلها لم تحدث طيلة يمكن 80 سنة أو أكثر، عشناها في يومين أو ثلاثة. وبالتالي لو سلمنا أنه كانت هناك في برضو مباغتة في تحسن الظروف فيما يتعلق بفتح الاقتصادات، عودة الطيران، طيران معظم الطيارات العالم كله مغلق، وإحنا نعرف أنه هذا الطيران يستهلك نسبة كبيرة جدا من الطلب على أسعار النفط فيما يتعلق بالوقود المشغلة للطيارات أو السيارات أو أشياء عديدة أو المصانع التي أغلقت. فنقول لو جاءت بشكل مباغت التعافي قد يكون هناك في ارتدادات غير متوقعة كالتي حدثت مع المباغتة في السلبية والهبوط. ولكن في المجمل إذا أخذنا الوضع بشكل منطقي وبالمعطيات والظروف الحالية فهي غالبا تحتاج وقت لتعافيها، وراح يكون بشكل تدريجي، وغالبا فتح الاقتصادات والتعافي من الظروف الحالية يحتاج شغل مرحلي، ولا نعتقد أنها بتكون بسرعة، خاصة أنه آثار هذه الأزمة راح تأخذ أكثر من إلى أي مدى تتوقع أن تصل أسعار النفط في نهاية العام أنس؟ والله أنا أعتقد إذا كنا نبغى نفرط بالتفاؤل أو نتفائل، قد تكون مستقرة بين $45 إلى $55 للبرميل، وحديثي عن برنت. نعم طبعا يعني هناك يعني كمان تفاؤل يعني أن تصل هذه الأسعار، ونتمنى أن تصل أسعار النفط في ظل كل الخطوات التي تقوم بها منظمة أوبيك بلس وفتح الاقتصاد وأمور عديدة بالفعل ربما تدعم
أسعار النفط في المستقبل. طيب بالتالي أنس، أود أن نتحدث عن ارتباط السوق السعودي بالأسواق العالمية. الأسواق العالمية شهدنا ارتفاعات في وول ستريت، هناك تفاؤل بالأسواق، ويعني هل برأيك هل موجة التفاؤل ستبقى أم الأسواق برأيك لم يأتي؟ ونحن نعلم أن الأسواق الخليجية بشكل عام مرتبطة بما يحصل في الأسواق العالمية. نعم، خاصة يعني يوجد ترابط، خلنا نقول منطقي وفعلي، وفي يوجد ترابط خلنا نسميه نفسي. يعني نعرف احنا الشركات مثلا المدرجة في البورصات الأمريكية بعضها او كثير منها في الصين، وبالتالي قد يكون هناك في تناغم وترابط بين هذه، ويكون هناك في علاقة منطقية، ولكن في اوقات كثيرة قد تهبط كقطعة واحدة الأسواق العالمية بشكل نفسي. نشوف احنا اول ما تفتح الأسواق الأسيوية يعقبها الأسواق الخليجية والعربية وثم الأسواق الأوروبية، كلها كقطعة واحدة تفتح الصفحة تحصلها كلها بالأخضر أو كلها بالأحمر، وإن كان ممكن يشد بورصة أو بورصتين، ولكن هي تسير كقطعة واحدة، وهذا على المدى القصير. أما على المدى البعيد غالبا هي كل واحدة ولها موجة مختلفة تماما. أنا بظني وبرأيي الخاص أنه الأسواق لم تخصم نهائيا بتاتا الظروف الحالية. نشوف الداو الآن عند 24,000، قريب مو بعيد كثير عن قمته في ظل كل الظروف الحالية، ونشوف فعلا بورصات عالمية هي لم تخصم بشكل كبير الظروف، الأحداث التي حصلت وتداعيات كورونا والإغلاقات الاقتصادية وانهيارات أسعار النفط وإغلاق المصانع وإغلاق الطيران والحظر، لا ينسجم بتاتا مع ما يحصل في الأسواق العالمية. فقد يكون هذا نابع من أنه تسعير الأسهم خلنا نقول خصمت المخاطر حتى الآن اللي ممكن تتوقع فيها نتائج الربع الأول. لأجل ذلك أنا وضروري أنه نكون دقيقين في كلامنا، أقول إذا جاءت نتائج الربع الثاني وهي تعلن غالبا، وهي تعلن عندنا في السوق السعودي في 1 يوليو، وغالبا تبدأ تتوالي الإعلانات مطلع أوغست، إذا جاءت هذه الإعلانات المتوقع، طبعا الإعلانات متوقع أنها تكون سلبية، يعني هذا شبه مؤكد وسلبية جدا، وليس تقديرات أو احتمالات، هي سوف تكون سلبية جدا في الربع الثاني، ومعظم الأثر الذي شفناه لم يأتي إلا يمكن 15% على نتائج الربع الأول، و85% نقدر نقول هي راح تكون في نتائج الربع الثاني. لأجل ذلك أقول لو جاءت نتائج الربع الثاني وكان هناك تحسن بالظروف الاقتصادية في العالم وفي كل ما تسببته تداعيات كورونا فيما يتعلق بالإغلاقات المصانع والطلب على أسعار النفط وعودة الطيران، فغالبا أسعار الأسهم تسبق التوقعات والإيجابيات، فممكن نشوف أسعار أعلى من الحالية، أو أن أسعار أسهم مرتفعة، أو أنها لا تتجاوب بشكل كبير حتى لو جاءت النتائج السلبية، لأن أسعار الأسهم تسبق التوقعات. ولكن لو أعلنت النتائج في ذلك الحين سلبية وكانت الظروف كما هي عليه اليوم من أسعار النفط عند 30 دولار للبرميل أو نحوها، والإغلاقات مستمرة والحظر مستمر والتداعيات التي خلفتها كورونا لا زالت مستمرة، فأعتقد بظني أن راح نرجع نعود إلى قيعان سجلها السوق قبل يمكن شهر أو أقل، ومعظم أسعار الأسهم قد تسجل قيعان جديدة إن لم تلامس قيعانها الأخيرة، لأنه بات من حكم المؤكد أنه حتى نتائج الربع الثالث سوف تكون سلبية. هذا بظني راح يضغط على أسعار الأسهم. نعم، طيب يعني ربما أسعار النفط هي اللاعب الرئيسي بكل ذلك. دعنا نتحدث عن السوق السعودية، بالتالي هل ممكن في ظل هذه الجائحة نشهد ثورة قادمة في هذه السوق وأن تحدث تغيرات أو يتم إدخال منتجات جديدة؟ وما هي المنتجات التي ربما يعني ربما تدخل السوق السعودي برأيك؟ نعم، احنا نعرف انه كان هناك فيه تعاون وكان هناك فيه عمل كبير من قبل هيئة السوق المالية ومن شركة تداول لتطوير السوق السعودي، وشفنا احنا ترقيته لمؤشر مورغان ستانلي والفوتسي والمسسات، كل هذه انضمت الى وتمت فيها ترقية السوق السعودي، شفنا دخول المستثمر الاجنبي، شفنا تطبيقات عديدة فيما يتعلق بنظام تي بلس 2 في البيع على الهامش، فيما يتعلق بنموذج صانع السوق، كل هذه كان من شأنها تطوير السوق المالية. طبعاً كان من المفترض أن نبدأ في ما يتعلق بالاكتتاب الثنائي وانضمام شركات أجنبية في السوق السعودي، وما يتعلق ب أيضاً عديد من التطويرات التي أقرت في سابقاً، ولكن راح يكون هناك في تأجيل
بسبب الظروف الحالية، حتى فيما يتعلق بالمشتقات المالية كانت سوف تضم إلى السوق السعودية، ولكن أنا أظن أنها في هناك تأجيل لها بسبب الظروف الحالية، ونتوقع أن تعود مع زوال هذه الظروف. نعم. طيب برأيك يعني هل الأسعار الآن مغرية للشراء سواء في سوق الأسهم أو في أسواق النفط؟ هل الأسعار مغرية برأيك؟ والله حقيقة ما نقدر نقول أن الأسعار جذابة على الإطلاق، ولا نقدر نقول أن الأسعار متضخمة على الإطلاق، لأنه إحنا نعرف أن السوق السعودي هو مؤشر ومدرج تحته نحو 200 شركة وصندوق عقاري ريت متداول، وبالتالي بعض أسعار الأسهم خلنا نقول خصمت المخاطر بشكل كبير وهي تتداول عند مناطق قيعان إن لم تكن عند قاع القاع، ولكن في شركات أخرى عندها الفرصة أنها تخصم لا زالت من أسعارها 20% أو 25%. فالسوق السعودي ليس قطعة واحدة، هناك تباين بين الشركات، هناك شركات عندها احتياطيات ضخمة، هناك شركات خاسرة من رأس المال، هناك شركات توزيعاتها سخية لا زالت ومستمرة بالتوزيعات، وهناك شركات قلصت بشكل كبير ومتوقع إيقاف توزيعات، هناك شركات بنت احتياطيات، فالظروف متباينة. لأجل ذلك لو لاحظ احنا لما المؤشر كان عند 6000 ولما كسر 6000 لاحظنا بعض الشركات هي أعلى من أسعارها عندما كان المؤشر في أحسن الظروف عند 8000 تقريبا نقطة، وبالتالي احنا غالبا نهيب ونشير انه من الاجدر ومن الاجدى ان المستثمر يكون عنده انتقائيه، لانه الشركات ظروفها متباينه وليست متشابهه. نعم، يعني بالتالي تعتقد ان الى الان الصوره قاتمه والضبابيه موجوده سواء في الاسواق العالميه والاسواق الخليجيه ما زالت. نعم، هي الى الان لم تتضح الظروف، ولكن خلينا نقول أنه معظم السلبيات أعتقد أنها جاءت واستوعبها السوق السعودي، خلني أقول السلبيات الفورية، لأنه السلبيات الغير فورية تأخذ لها مدى، لسه ما ظهرت نتائج الربع الثاني ولا الثالث، ولكن أنت تتكلم على رفع ضريبة 15% استوعبها السوق بالهبوط اللي صار قبل أمس. إحنا نشوف القرار بعد حديث معالي وزير المالية برضو استوعب السوق الحديث والأشياء اللي ذكرت في ذلك الحين. نشوف أسعار النفط تداولت بالنايمكس، وش في اكثر من ظروف انه اسعار النفط تداول بالماينس، وش في اكثر من انهيارات في اسعار النفط، كل الظروف السلبيه. ما اتوقع ان المستثمرين ينتظرون سلبيه اكبر بقدر ما انه كل مستثمر الان يحاول تسعير عداله سعر الورقه الماليه، واخذه بالاعتبار الظروف هل هي سوف تطول او انها تخسر. اكثر ما يشكل على المستثمرين طول مده الظروف، يعني الان نشوف بعض الشركات عندنا في السوق السعودي مغلقة أنشطتها تماماً منذ منتصف مارس تماماً، فلأجل أنا أقيم سعر الورقة المالية هل هذا الإغلاق وتعليق الأنشطة سوف يستمر شهر أو شهرين، لأن الشهر مش زي الشهرين والشهرين مش زي الثلاثة، تراكم رواتب، تراكم قروض، تراكم أشياء ومصاريف عديدة، وبالتالي زي مثل كرة الثلج. لأجل ذلك قد يكون أكثر شيء الآن يؤرق المستثمرين اللي هو طول الأزمة الزمنية. نعم، ولكن كما أسلفت استراتيجيات عديدة تتبع من قبل المستثمرين سواء كان بالتنويع في القطاعات وبالشراء على دفعات لخصم هذه المخاطر كلها التي تحدث في أسواق المال. نعم، بالتالي بالفعل يعني الصورة قاتمة والضبابية تسود العالم بأسره، ولكن نحن متفائلين في ظل الإجراءات الاحترازية والحزمة التحفيزية التي تقوم بها الحكومات والبنوك المركزية حول العالم، وأيضا المملكة العربية السعودية قد قامت بعدد من الإجراءات والقرارات كلها تصب طبعا في النهاية في مصلحة المملكة العربية السعودية وفي مصلحة المواطن. أنس الراشحي الكاتب الاقتصادي ومحلل الأسواق المالية، أشكرك جزيل الشكر. العفو، شكرا على هذا اللقاء وتقبل وفاءكم. تحية مشاهدينا، تحية لكم وإلى اللقاء.